احنا كمطالبنا بمحافظه الناصريه وتشكيل المحافظه تشكيل المحافظه الجديده نطالب، هي ابسط الاشياء تعتبر اللي هي الطرق اللي مالت الناصريه، وبما ان احنا بجامعه الذيقار اللي هو طريق جامعه الذيقار اللي نعاني من عده هواي كلش هواي بسبب ضيقه وعدم توسعته وعدم التطوير به، فهو يعتبر يعني من الطرق المهمه من كثبه السيارات وكثره الطلاب اللي تمر عليه، فجاي نعاني من هاي الحاله ومنها من تسبب بحوادث وبتاخير الطلاب عن المحاضرات وجاي تؤدي الى فصل الطلاب وغيرها، لانه انت هنا حاليا بالكليه انه الدكتور يطالبك انت بالحضور صح لو مو صح، فانت جاي تعاني من التاخير ما يتفهمك ويقول لك تعال على وقت تطلع على كذا، فجاي نعاني احنا من الطرق. اتمنى اشير الى نقطه مهمه وهي دعم دور النشر والطباعة يعني تحضر إلى محافظة ذيقار وخاصة إلى كلية التربية لتدعم هكذا ثقافات مثل ثقافة القراءة كما هو موجود معرض الكتاب في محافظة بغداد. ونقطة أيضا مهمة وهي الطرق والجسور، أيضا نعاني من الازدحام كثيرا. نحن مواطنين محافظة ذيقار نطالب سيد محافظ أو بالبداية نبارك له بهذا المنصب الجديد، ونطالب رفقا في محافظتنا المنكوبة بالاطلاع على جميع أو الكثير من المحافظات التي وصلت إلى حد عالي من الرقي، فمحافظتنا منكوبة منذ زمن طويل ومأخوذة بحقوقها. رفقا بالشباب نطالب المحافظ بتهيئ فرص عمل للخريجين الذين أخذوا يتسولون في الشوارع من دون وظيفة ولا عمل ولا حياة. نطلب من الحكومة المحلية الجديدة الاهتمام بالخدمات. احنا كقضاء شبايش ومناطق الأهوار نعاني من شحة المياه، ونحن بحاجة إلى كثير من الخدمات، البنى التحتية، مستشفيات، نقص في المستشفيات، خريجين كثيرين، شباب عاطلين عن العمل. نتمنى من الحكومة المحلية توفير الأمن والاستقرار في أطراف محافظة ذيقار، ونتمنى منهم توفير فرص عمل للشباب، لأن أطراف محافظة ذيقار تعاني من الكثير والكثير من البطالة. باسم مواطنين محافظة ذيقار هناك يجب أن تكون عين الاعتبار من قبل مجلس المحافظة نظر للمطالب، وأهمها أنه المشاريع الكثيرة المتلكئة، ومنها طبعا أطالب خصوصا الجسر الإسكان الذي طال فيه الأعمار ولم نجد هناك أي نتيجة. كذلك نطالب أن المحافظة الذيقار ومجلس المحافظة أن تكون هناك حلقات ومتواصلة مع الجامعة وطلبة الجامعة باعتبار هذه الشريحة المهمة تمثل بناء المستقبل الجديد. شكرنا ليلة البارحة غرفة عمليات المشاريع، الهدف الأساس لهذه الغرفة هو تسريع إنجاز المشاريع القائمة والمستقبلية. فلسفة وجود هذه الغرفة هو لحضور أصحاب القرار والدوائر المستفيدة في غرفة واحدة في آن واحد لفك التعارضات والإشكالات القانونية والإدارية والفنية.